تطرح جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM تخصص الهندسة المعمارية. يعتمد برنامج الهندسة المعمارية على إكساب الطلاب كافة المعلومات النظرية والتطبيقية المخصصة في بناء الهندسة والمزج بين متطلباتها الهندسية والفنية. تم تصميم وبناء مختبرات واستديوهات للتصميم المعماري مجهزة بأحدث المعدات والبرامج. ويشمل قسم الهندسة المعمارية استديوهات تحتوي على أحدث معدات تعليم الهندسة المعمارية، كما يشمل قسم الهندسة المعمارية مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات لمساعدة وتنمية مهارات الطلاب بين الفن المعماري والهندسي.